معكم يونس بن خنيش، ممثل عن دار شباب الحاج محمد العنقاء لبلدية الحمامات. في هذا المعرض السياحي الخاص بالشباب وانا نمثلو في الرياضات اللي راهي دوكاتيك اكتيف، ويتمثل الشباب خاصة الرياضات الجبلية والرياضات البحرية. بون عندنا دو كاتيجوري تاع لي سبور اللي كيما راكم تشوفوا فيهم هنايا، عندنا لا روندوني اكاياك وعندنا لا روندوني بيداس، معناتها كاين دو كاتيجوري تاع لي روندوني اللي رانا نوريو فيهم هنايا. بون كاين بزاف ناس ما على بالهاش شنو هي لا روندوني، نيكسبليكي ولا روندوني ماشي لازم تمشي ابي برك، كاين روندوني اشوفال، كاين روندوني اكاياك، كاين روندوني اللي تمشيها برجلي. عندنا الرياضات الجبليه اللي راهي دوكا تحفز بزاف فئه تاع الشباب باش يروحوا ليها، خاصه في اوقات الفراغ، يعني ولاو يستغلوا الجبال في عفايس اللي تساهم في تطوير السياحه الداخليه، خاصه في الاونه الاخيره يعني مع تفشي مرض كورونا، ليساعد من جهه في تطوير السياحه الداخليه من سياحه صحراويه، سياحه جبليه الى السياحه البحريه.